يتعلم على مذهب معين يبقى ياخد بالاحوط ويقصد الخروج من الخلاف. احنا عندنا قاعدة كانوا يعلموها لنا مشايخنا، يقول لك الخروج من الخلاف مستحب ومراعاة الخلاف واجب. الخروج من الخلاف مستحب ومراعاة الخلاف واجب. يعني ايه؟ يعني الخروج من الخلاف مستحب فيما بينك وبين ربك، ومراعاة الخلاف واجب في تعاملك مع الناس. يعني ايه؟ يعني انا لو اتجرحت وسال مني دم اعتبر ان وضوئي اتنقض واروح اتوضى، ولما واحد تاني يتجرح ويسيل منه دم ويجي يسالني انتقض وضوئي ولا لا، اقول له عند الشافعي ما ينتقضش. فهمت ازاي؟ يبقى مراعاة الخلاف عند الفتوى للناس واجب، والخروج من الخلاف عند العمل فيما بينك وبين نفسك مستحب. فهمت بقى المسألة؟ يعني تأخذ بنفسك بالعزيمة وتأخذ الناس بالرخص عشان يبقى قلبك يسع الناس، تقوم تفتح للناس الأبواب وتضيق على نفسك، لأن نفسك عايزة تفلت منك، نفسك كسولة، نفسك عايزة تفلت منك، فتروح أنت مكتفها بالعزائم بقى لحد ما ترهق خالص وتفرفر، تقوم تديها بعض الرخص أحيانا. عارف أنت لما واحد خلاص هيغمى عليه خالص تقوم إيه تص وشه بشوية مية يقوم يفوق كده. كذلك اما تلاقي نفسك هتموت منك خالص تروح تصصها كده بشويه ميه رخص، تقوم تصحصح كده تنتعش، تقوم ايه تمشي معاك شويه وعين الله. بس مش كل يوم كده، مش كل يوم كده، خدي بالك. يوم عسل و100 يوم بص. فهمت ازاي؟ تعامل نفسك بهذه الطريقه. ليه؟ لان نفسك كالطفل، ان تهمله شب على حب الرضاعه، وان تفطمه ينفطم. فلا ترم بالمعاصي كثر شهوتها فإن الطعام يقوي شهوة النهي. فهمت بقى المسألة؟ يبقى إيه؟ يأخذ بالأحوط ويقصد الخروج من الخلاف، فإن الرخص في الشريعة للمستضعفين وأصحاب الحوائج والأشغال. وإنت راجل إيه داخل بهمة وعزم وصدق للوصول إلى ربك، فيبقى لازم تاخد إيه؟ إيه بأعلى الأمور. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، اللي هي العزائم، مش كده برضه؟ لأن كل ما أنزل من الله حسن، لكن في أحسن. طبعًا بعد كده في تفاصيل في حياتك إزاي تمشي فيها، كنا اتكلمنا في رمضان إزاي تتعامل مع نفسك في الأمور في الخواطر، اتكلمنا عليه. إنك أنت إذا استوت الأمور كلها عندك واحدة بعد فعل الفرائض والسنن الرواتب والمستحبات الشرعية، ثم بعد ذلك عرضت عليك طاعة بعد هذا. عدة طاعات تعملها تقوم تعرضها على نفسك، أقصاها على نفسك هي اللي تعملها. يعني أصعبها على نفسك هي اللي تعملها. هي ده سلوكك مع الله. يعني أنت دلوقتي فاضي، ما عندناش صلاة الظهر وما عندناش حاجة نعملها وخلصنا شغلنا وقاعدين مستريحين، مش جاي لي نوم. يبقى أنا في الوقت ده ممكن أعمل إيه؟ أروح أصل رحمي، ممكن أقضي حاجة مسلم، ممكن أتصدق، ممكن أقعد أقرأ قرآن، ممكن أقعد أصلي على النبي، ممكن أصلي لله ركعتين، ممكن أعمل أي حاجة من التعب. من الباب مفتوح، او ما اعرض هذا كله على نفسي. اصعبها على نفسي هي اللي اعملها، اصعبها على نفسي هي اللي اعملها. ان كنت بخيل فالاصعب على نفسي ان انا اتصدق اروح مطلع مالي. فهمت ازاي؟ وان كنت حافظ القرآن ونسيته اصعب على نفسي ان انا راجع القرآن، يبقى اقعد اراجع اللي انا كنت حافظه ونسيه، ما اقعدش اشغل نفسي بالصلاة على النبي، اقول اصل الصلاة على النبي ليها فائدة كتير وانا اصلا عليا قرآن كنت حافظه ونسيته، يبقى كده ده ما يرضيش النبي اصلا اللي انت هتصلي عليه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عرضت علي امور اعمال امتي فلم اجد اشد من رجل اوتي ايه من كتاب الله فنسيها. وده مشهوره من طلبه الازهر، ما يراجعش قرانه اللي قبل الامتحان الشفوي، وطول السنه فاضي ويروح للشيخ الديني وردي يا عم الشيخ علشان اقعد اسبح. سبح ايه؟ تسبيحك تحافظ على قرانك، هو ده تسبيحك، لان مراجعته على قران صعب على نفسه. لكن السبحه سهل، يقعد يفقر ويعمل كده وخلاص مش دريان بحاجه، لكن يراجع القران عايز يبقى منتبه، ونفسك كسوله عايزه تبقى نايمه. فهمت ازاي؟ فتختار العباده السهله. فهمت ازاي؟ يجي لك قبل الامتحان بشهر ما كانش بيصلي في الجامع اصلا، يجي يواظب على الخمس فرائض في الجامع وهو مش مذاكر، بقى الاولى انك انت تصلي في البيت في الشهر ده عشان انت الوقت مشغول هتمتحن والمواد قد كده، والوقت اللي انت فاضي فيه ما تروحش الجامع، والوقت اللي انت مشغول فيه وقتك بقى مهم وعايز تذاكر وعشان تخش الامتحان، يبقى حلاوه الجامع دلوقتي تبقى اونطجي، تبقى انت راجل اونطجي بتعبد ربك بهواك، تفضل محبوب طول عمرك. لو عشت بالطريقه دي طول عمرك 100 سنه ما توصلش لحلاوه الطاعه ولا حلاوه الايمان. ليه؟ لانك انت بتعبد بهواك مش بتعبد بربك، بتعبد بنفسك مش بربك. لكن انت لازم تعبد بربك، تشوف ربك طالب منك ايه في الوقت،
وتعمله ولو كان صعب على نفسك. واضح؟ طب لله ليس له طلب في الوقت، لان ده وقت فسحة، تقوم تعرض على قلبك كل انواع الطاعات المتاحة وتختارها صعب على نفسك تعملها. هذه طريقة الصوفية في الايه؟ في المسألة. فهمت بقى الحكاية؟ عشان كده وقت وانت بتشتغل في شغلك، انت دلوقتي راجل صنايعي سباك ولا بتصلح عربيه ولا دكتور بتكشف ولا بتعمل عمليه ولا مهندس بيبني مبنى ولا واحد بيصلح الطرق ولا كان ناس بيكنس الشارع، وقت مهنتك ما تهربش منها وتقول هقعد في الجامعه اصلي صلاه الضحى، تبقى وانتج، لان وقت مهنتك عبادتك اتقان صنعتك، هو ده اللي ربنا طالبه منك الوقت. فما تهربش من اللي طالبه منك الوقت لحاجه ثانيه ربنا طالبها منك وقت ثاني. فهمت بقى ازاي؟ والا تبقى بتعبد نفسك مش بتعبد ربك. أفرأيت من اتخذ إله هواه؟ شفت دقائق الأمور دي مهمة. وتجد الموظف يبقى في وظيفته وقدامه الملف جاهز لمصالح الناس، قبل الظهر بساعة يروح قافل يقولك هروح أتوضى، وبعد ما يتوضى يقعد يصلي سنة الوضوء ويستنى الأذان، وبعدين يصلي السنة القبلية، وبعدين يصلي الفريضة، ويقعد يختم الصلاة ويصلي السنة البعدية، وأصحاب المصالح مستنيين ساعات ده بيصلي، ما انت ما تقدرش تنكر عليه ده بيصلي، وبعدين في الاخر يطلع لك الساعه واحدة ينزلك تكون كل المصالح حفلت، وقف حالك يقول لك انا بعبد ربنا، ده انت تبقى وانتجي مش فاهم حاجه، ده انت ما تسيبش شغلتك الا لما تسمع الاذان، على قد ما تتوضا وتاجل السنن لما ترجع بيتك، كل السنن دي تصليها لما ترجع بيتك. انت وقت شغلك ده وقت مصالح الناس، تتقن صنعتك، هو ده المطلوب. تصور انا راجل دكتور وعندي عياده وعشرين عيان قاعدين مستنيني، وبعدين يجي يبدا الظهر اروح انا اقلع البدله واقلع الشراب واجيب الابقاب واقعد اتوضى واصلي السنن واختم الصلاه واطول واعمل، وبعدين اطلع اشوفهم بعد ساعه، ابقى انا دكتور ناجح؟ ابقى انا بتاع ربنا؟ ابقى انا بتاع نفسي؟ فهمت ازاي؟ لكن بتاع ربنا ينزل شغله متوضي يقعد يشتغل لحد ما يسمع الاقامه، شوف لحد ما يسمع الاقامه، وبعدين يروح نازل ساعة الإقامة يروح جايب الفريضة ويطلع يختم الصلاة وهو ماشي، ويطلع تاني لسمعته يفضل فيها، وبعدين بالليل بقى يبقى يقضي السنن بقى، يجي بالليل كده بعد العشاء بعد ما يقعد يتفرج على التلفزيون يقول نويت صلاة سنة الظهر القبلية الله أكبر، سنة الظهر البعدية الله أكبر، سنة المغرب البعدية الله أكبر، يقعد يجيب كل السنن. شفت بقى اللي يعرف ربه يعمل إيه واللي ما يعرفش ربه بيعمل إيه، وكل عباد. يبقى في فرق بين اللي بيعبد على بصيرة واللي بيعبد على غير بصير. فهمت بقى الحكايه؟ الست الوقت في بيتها قاعده بتطبخ وعيالها جعانين، تقول لا انا مش هطبخ دلوقتي، ده انا هحافظ كل ده واعمل ده وهنزل اصلي في الجامع واحضر الدرس في الازهر، اصل فيه هناك بيدوا درس الرساله القشيريه ودرس حلو ومفيد، تيجي تقعد هنا تبقى غلطان، تقعد تربي عيالها، تقعد تطبخ لعيالها، تغسل غسيل عيالها، اعبد ليها من هذا. فهمت ازاي؟ ليه بقى؟ لان هو ده اللي ربنا اقامها في هذا. كل واحد، الطالب اللي وراه مذاكرته، الدكتور يبقى قاعد يشرح ويبح قلبه علشان يعلم الطلبه، يسمعوا اذان الظهر يسيبوا الدكتور والمدرب ينسحبوا كده ويطلعوا. بتشوفهم العيال دي جهله، دول عيال جهله، لان الدكتور دلوقتي بيشرح لمين؟ هيشرح للدرج اللي قدامه ولا للكرسي؟ اشرح لك انت، ده شيخك، وبعدين خروجك امامه يحرجه كأنك بتقول انا اعرف ربي منك، مش كده برضه؟ بتقولها له بطريقه غير مباشره، يبقى احرجته. وبعدين الظهر واجب موسع، وانت ما عندكش محاضره كل يوم ومش هتفضل طول عمرك بتدرس، ده هي فتره بسيطه في عمرك، يبقى اقعد اسمع المحاضره للاخر وابقى اصلي الظهر اما تطلع. فهمت؟ ده الادب، لان الظهر واجب موسع. فهمت ازاي؟ ادي العبادات. يبقى الانسان اللي بيعبد ربه على بصيره فاهم الدنيا ماشيه ازاي، مش ماشي هنا بالدراع، يجي امه تكلمه وتنادي عليه وهو بيصلي سنه الظهر، ما يرضاش يرد عليها، ما يرضاش يأديها مصالحها، تقوم تدعي عليه زي الراهب. عارف انت الراهب اللي دعت عليه امه؟ كان اسمه ايه؟ جريج الراهب، كان عابد بني اسرائيل، يقعد يصلي السنن قاعد طول النهار ما شاء الله، عابد لكنه كان عنده جهل، مش عارف الاولويات، مش عارف ان طاعه الام اولى من السنه. فتقوم تيجي امه تناديه وتقول يا امي، يقول يا ربي امي وصلاتي، فيستمر الصلاه. راحت امه دعت عليه بحنيه، لان الام رحمه، دعت عليه بحنيه ما دعتش عليه بقسوه، قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، معروفه القصه. يبقى انت لازم تعرف ان في كل لحظه وفي كل وقت
لله امر يريده منك. شوف ربك عايز منك ايه دلوقتي، اعمله دلوقتي. كويس، انت دلوقتي جعان يبقى ربك عايز منك ايه؟ تاكل وانكل. انت دلوقتي تعبان جدا والنوم مش قادر تقاومه، ربك عايز منك تنام اتخمد وريحنا منه. فهمت ازاي؟ انت دلوقتي نشيط، ربك عايز منك ايه؟ فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، ارغب لربك. لكن نشيط اروح النادي اقعد على النافيه اجيب الشله اياها اتصل بهم بالتليفون والم عليا خلق الله ابيع عمري؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. فهمت ازاي؟ انا دلوقتي قاعد فاضي بقرا الجورنال ادا الظهر، يبقى ده وقت ان انا اطبق الجورنال وانزل جري على الجامع. هو ده عباده ربنا اللي عايزها مني. ادا الظهر وانا فاتح بطن عيان جراح بشتغل، مش مطلوب مني ان انا دلوقتي اروح اقفل العيان وانزل واقول له فوق وبعدين نايمه لي تاني. ما يرضاش ربنا الحكايه دي. استمر في العمليه بتاعتي واخلصها وبصلي بعد كده وانطال، وربنا يعلم نيتي وعزمي ان انا لو كنت فاضي يا رب كنت هصلي في الجماعه الاولى. يبقى بصلي جماعه 10 وربنا كاتبها لي جماعه اولى، ليه؟ لاني مع الله. يبقى كل واحد في عمله. فهمت ازاي؟ واحد قطع الكهرباء عن القاهره الكبرى بيصلح الكهرباء في الكبانيه، والقاهرة دي فيها مستشفيات وفيها عوض عمليات وفيها مصانع وفيها يعني واقف حال الدنيا بحال. يجي يدا الظهر يقول لك اما انزل اصلي السنة واصلي الفريضة واتوضى واغتسل واغير هدومي، ويفضل قاطع الكهرباء عن كل مصر، ولا يقعد يوصل لاول الكهرباء ويصلي جماعة تانية وجماعة تالتة؟ افهم الاولويات، لان الوقت الناس واخدة الحكاية بالدراع. عباد جهلة يجي لك في رمضان يقول لك انا هقضي العمره كلها في رمضان، انا ما استحملش اعيش في رمضان هنا، انا لازم هناك في الكعبه. يا سلام على قعده الكعبه، سعاده البيل معلم، وبعدين تدور عليه تلاقيه واكل القرش من اخواته واكل مال اخواته. طب وبعدين هتستفيد انت ايه قدام الكعبه وانت واكل مال النبي؟ وتلاقيه مثلا ما بيتقنش صنعته، بيغش الناس. لو كان راجل بنا يغش الناس، لو سباك يخرب الدنيا، لو صنايعي ايه بيبهدل الدنيا، لو دكتور ما يعرفش مهنته، لو مدرس ما بيدرسش للعيال. وبعدين لكن ايه، لازم يقضي رمضان كله قدام الكعبه. يبقى يقابلني ده لو قضى 100 رمضان قدام الكعبه محجوب، لان ربنا سبحانه وتعالى ما طلبش منك انك انت تقضي رمضان كله قدامه هناك في الكعبه. طلب منك اتقان صنعتك، وطلب منك فرائض تأديها في وقتها، ووسع عليك الامر عشان لو كنت مزنوق احيانا، والحكايه سهله. فهمت بقى يا استاذ ازاي تعبد ربك؟ يبقى وقت الامتحان انا مطلوب مني اقعد اذاكر، مش اقعد احضر دروس العلم والف على المشايخ وبعد ما يخلص الامتحان اقعد في النادي. بقى انت وقت الفراغ وقت الاجازه ما تجيش للعلماء، وقبل الامتحان تيجي تتلم على العلماء وتقعد تتعلم الدين، تبقى وانطجي. ده انت بتهرب من الواجب اللي ربنا اقامك فيه. يبقى انت مش جاي تتعلم، ده انت جاي بتهرب يا وانطجي. يبقى انت راجل مش بتعبد على بصيره، ده انت بتعبد على عمى يا اعمى. فهمت بقى ازاي؟ شفت ان العميان كتير؟ عرفت بقى ان العميان في امه النبي كتير؟ لان ما عرفوش ان الله سبحانه وتعالى في كل لحظة عبادة يريدها منك. انت لما تشوف المنكر ايه العبادة المطلوبة تنكره، اما بيدك ان كنت تستطيع او بلسانك او بقلبك، هو ده وقته. فهمت ازاي؟ ده وقته. لكن انا شايف المنكر اما اقول لا يا اما صلي الله اكبر، او ما اخلي الصلاة وقت انكار المنكر، واخلي انكار المنكر اما اروح البيت اقول يا ساتر ده الناس كانوا عامل عمال وحشة اوي، الحمد لله انا ما بعملهاش. تقوم تحط ده مكان ده وتحط ده مكان ده، ما ينفعش. فتوبوا الى الله. والكلام ده كله على فكره انا بقوله لنفسي، والله بقوله لنفسي مش ليكم، لان انا بعلم نفسي معاكم وكلنا محتاجين للنصيحه. ما تفتكرش ان حد مستغني عن حاجه، كلنا فقراء الى الله. فنسال الله سبحانه وتعالى ان ياخذ بايدينا اليه اخذ الكرام عليه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكرنا وكان ذكر الغفر. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وبارك وكرم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين،
لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة تجلو عن القلب كل صدى، ورقنا في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد رسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفي ولديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، نكمل كتاب الرسالة القشيرية قراءة وشرحا، واليوم إن شاء الله يعني لو قعدنا كده لصلاة الظهر نخلص الكتاب، يا إما نعمله على عادتين فحسب التيسير، فربنا يسير. تقريبا يعني احنا في أواخر الكتاب بفضل الله رب العالمين، وكنا بدأنا في نصائح المريد، وهي زبدة وخلاصة المراد من الكتاب. هذه النصائح التي يجب على كل إنسان مسلم يريد الوصول إلى ربه والخروج من ظلمات نفسه وطبعه وشكه وشركه إلى ربه أن يلتزم بها، وهي وصايا كلها مبناها القرآن والسنة وتجارب العلماء والأولياء على مر العصور. فتكلم على وصاياه وقال أن أولها الصدق، وثانيها تحسين الاعتقاد، ثم اتباع طريقة التصوف وأهل التصوف، فأنهم أهل الحق الذين أذعنوا لهم كل العلماء لأنهم جمعوا الحقيقة والشريعة والطريقة. أما الفقهاء الذين تفقهوا فقط فقد حازوا الشريعة والفرقوا الطريقة، والذين تكلموا في أمور الإيمان فقد حازوا علم الكلام وعلم التوحيد ولكن لم يتحققوا بمقام الإحسان. والإسلام قائم على ثلاثة أركان: الإسلام كدين قائم على الشريعة وعلى الطريقة وعلى الحقيقة، أو قل هو الإسلام والإيمان والإحسان. فالذي جمع الثلاثة مقامات هم أهل التصوف، التصوف العلماء وليس التصوف الجهلة الذين يدعون أنهم متصوفة وهم التصوف من بريء. فالمتصوفون عبدوا الله بظواهرهم إسلاما وبقلوبهم إيمانا وبسرائرهم إحسانا، فجمعوا الدين كله. والذي يريد أن يصل إلى ربه ويكون على سنة حبيبه المصطفى عليه أن يراعي هذه الأدب كلها: أداب الإسلام تشرعا، وأداب الإيمان تطرقا إلى الله عز وجل، وأداب الإحسان تحققا بالله عز وجل. ثم بعد ذلك قال: ثم يجب على المريد أن يتأدب بشيخ، فإن لم يكن له أستاذ لا يفلح أبدا. لابد سنة الله سبحانه وتعالى أن يكون لكل إنسان معلم من جنسه يأخذ بيده إلى ربه. ولذا أرسل الرسل والأنبياء من جنس البشر، لم يرسلهم ملائكة، ليأخذوا بأيديهم إليه. ثم عندما غاب الرسل أو انقطعت الرسائل صار لله وراثا لهؤلاء الأنبياء وهم الأولياء والعلماء المتحققين، فصاروا يأخذون بأيدي الناس إلى ربهم نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر. وفي الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يمد الكل، والذي يمد رسول الله هو رب العالمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله معطي، وقوله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية من الله مصدرا ومن النبي دلالة وإمدادا صلى الله عليه وسلم، ولذا تحقق فيه قول الله: وإنك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلابد أن يكون لك أستاذ، أستاذ يزيل الشبهات من قلبك، يضع يدك على عيوب نفسك، لأن الطريق إلى الله مملوء بالخدع والخواطر النفسانية والشهوانية والشيطانية والملكية والربانية، وكل هذه الخواطر مختلطة اختلاط كبير في بعضها البعض، بحيث يصعب على الإنسان الذي في مبتدأ حياته أن يميز بين الخاطر الرباني الصرف والخاطر الشيطاني الصرف والخاطر النفساني الذي يحول بين الوصول إلى ربه أو الذي للنفس فيه حق من الشرع الشريف فيأخذ منه بحقه. ولذا يجب على كل إنسان أن يكون بقدر الطاقة باحثا عن شيخ ليأخذه من شكه ومراضه وشركه واعتقاداته السيئة وتكاسله إلى ربه سبحانه وتعالى، كاحتياج المريض إلى الطبيب. وإن كان الطبيب لا يشفي، الشافي هو الله، لكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق الوسائط ليتسبب الناس بها
متعبدين لله، ومن خلال هذه الأسباب يخلق الله سبحانه وتعالى النتائج حتى يحجب أهل الحجاب بالأسباب ويصل أهل الله إلى الله من خلال الأسباب، فجعل الأسباب هي الداء والدواء سبحانه وتعالى. فمن أسباب الوصول إلى الله سبحانه وتعالى هو الشيخ المربي، ثم يجب على المريد أن يتأدب بشيخ، فإن لم يكن له أستاذ لا يفلح أبدا، لا يفلح أبدا، لأنه يعتمد على نفسه في فهم النصوص وعلى فهمه في تطبيق النصوص وعلى فهمه في سلوكه مع الناس ومع نفسه ومع ربه، فقد يكون في هذه الحالة ليس عنده البصيرة النافذة التي تجعله يميز بين الضار والمفيد. كأنك تقول لإنسان مريض اذهب وأمامك صيدلية مملوءة بأدوية، خذ من أي رف ما شئت وعالج نفسك، يصعب عليه. وإن كانت كل الأرفف مملوءة أدوية، ولكن إذا أخذ الدواء الذي لا يطابق مرضه قد يكون بالنسبة له سم. وكذلك الإنسان، قد تكون الطاعة التي يتناولها بغير بشهوة نفسه هي التي تحجبه عن ربه سبحانه وتعالى، وتكون طاعة وتحجبه عن رب، لأنه تناولها بنفسه وبشهوة نفسه، ولم يتناولها لربه سبحانه وتعالى وبربه. ثم يجب على المريد أن يتأدب بشيخ، فإن لم يكن له أستاذ لا يفلح أبدا. طبعا هذه القاعدة لها شواذ، لأن الله سبحانه وتعالى يريد بهذه الصور الشاذة لبعض الأولياء الذين وصلوا إلى الله بغير شيخ، ألا تعتمد على الشيخ حتى إن وجدته، بل تعتمد على الله. فيريد منك أن تتوجه إلى الشيخ معتمدا على الله لا على الشيخ، آخذا بالأسباب لا معتمدا على الأسباب. فرق كبير بين الاعتماد على السبب وبين الأخذ بالسبب. فالأخذ بالسبب هو تناول السبب والاستفادة به مع تعلق القلب بالذي خلق السبب، فهذا هو الفرق الكبير. ولذا جعل هناك من الأولياء من يصل إلى الله بغير شيخ وبغير سبب، بل بغير طاعة قدمها، فجأة وهو في عز المعصية ينقله الله سبحانه وتعالى إلى مقام الولاية في لحظة، ونسميه نحن المجذوب، مجذوب سالك ومجذوب طريق ومجذوب حضرة. المجاذيب أنواع كثيرة، حتى لا يجعل المجتهد محجوبا باجتهاده أو معتمدا على اجتهاده، فيعلم أنه لا يصل إلا بربه سبحانه وتعالى، لا باجتهاده ولا بما وفقه الله له من أسباب. وعلى أي حال، عليك أيها الإنسان المسلم إن لم يتيسر لك شيخ أن تسأل ربك سبحانه وتعالى وتكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدلك على من يدلك إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم دلني على من يدلني إليك. والعجيب أن الإنسان يكون شيخه أمامه هو أقرب الناس إليه، ولكن لشدة قربه لا يراه، ويسافر البلاد البعيدة يبحث عن الشيخ، ويكون الشيخ هو في الشقة التي بجواره أو في مسجد الحي الذي يصلي فيه، وهو لا يعرفه من شدة قربه، من شدة قربه. وهذا هذه أزمة كبيرة بيوجدها ناس كثيرين. كثير من الشباب يقول فين الشيخ، وإذا بحثت تجد الشيخ أقرب إليه منه وهو لا يدري. قد يكون والدك، قد يكون أستاذك في المعهد، قد يكون أستاذك في الكلية، قد يكون الشيخ الذي يصلي في المسجد وأنت تراه إنسان متواضع بسيط، لكن لم ترى فيه الخصوصية، فلم ترى فيه أنه صالحا للتربية، لأنك أنت رسمت في ذهنك صورة للشيخ المربي. والله سبحانه وتعالى لم يجعل الشيخ المربي على الصورة التي في ذهنك، فتبحث أنت على الصورة التي في ذهنك لا على الشيخ المربي، فتتوه نفسك توهة كبيرة، وتعيش في ضلال كثير بعيد عن شيخك، هو شيخك أقرب إليك منك. سيدنا أبو الحسن الشاذلي ترك المغرب إلى العراق يبحث عن الشيخ المربي المواصل ولم يجده، وأخيرا وجد أحد الأولياء في العراق قال له تبحث عنه وهو أقرب إليك منك، هو في بلدك اذهب إليه. فعاد إلى بلدي في المغرب وجد سيدنا عبد السلام بن بشيش اللي بيعبد ربه فوق الجبل ويعرفه من سنين طويلة، بس ما يعرفش أنه ده شيخ المربي من شدة قربه. وهكذا كثير من الناس. لكن على أي حال، إن لم تجد الشيخ جدلا وقل زمان إلا وتجد مشايخ تناسب هذا الزمان، لكل زمان مشايخ تناسب هذا الزمان. أنت إذا قرأت، ممنوع مقاطعة الآخر، أنت إذا قرأت في الكتب عن المشايخ بتوع زمان كان تربيتهم تناسب أهل عصرهم من الخلوة والعزلة والانقطاع وغير ذلك. في زماننا احنا ده
المشايخ ما ينفعش يتربي بنفس الطريقة دي، لأن الزمان اتغير وطبائع الناس تغيرت والعلائق والعوائق تعددت والأمراض كثرت فأصبحت مختلفة، فتلاقي المشايخ يربوا الوقت بطريقة مختلفة عن اللي بتقرأ في الكتب. فاهم؟ فأنت عايز شيخ زي اللي بتقرأ في الكتب، لو لقيته مش هيناسبك لأن أنت مش عايش في عصره، لكن ربنا خلق لك شيخ يناسبك، لابس نفس لبسك وبياكل نفس أكلك وعايش نفس عيشتك، بيركب السيارة زي ما أنت بتركب السيارة، بيركب الطيارة زي ما أنت بتركب الطيارة، بيركب القطر زي ما أنت بتركب القطر، ولا أنت عايز شيخ بيركب طرف وفارس في زمن ما بقاش فيه فرسان؟ ما ينفعش. يبقى الحكاية كلها إن ربك سبحانه وتعالى ليمد إليك يده في كل زمان بما يصلح لك أيها الإنسان. والله سبحانه وتعالى لا يريد أن يقطع الوصول إليه سبحانه وتعالى، لأنه بعباده رؤوف رحيم، والله لطيف بعباده. هذا أبو يزيد يقول: من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان. الشيطان من خلال خواطره الشيطانية وخواطره النفسية، فيقوم يزين له المعصية على أنها طاعة، يزين له المعصية على أنها طاعة. وسمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس فإنها تورق ولكن لا تثمر. كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه طريقته نفسا نفسا فهو عبد هواه، لا يجد نفاذا. ثم إذا أراد السلوك بعد هذه الجملة يجب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل زلة. يبقى بعد ما وجد الشيخ وصدق في طريقه إلى الله وتحرر من كل الشبهات في قلبه وتعلم من الشريعة ما به تصلح عبادته، يعني قام بهذا كله، يجب عليه أن يقلع في الحال عن كل زلة بالتوبة. ثم إذا أراد السلوك فبعد هذه الجملة يجب أن يتوب إلى الله سبحانه من كل زلة، فيدع جميع الزلات سرها وجهرها صغيرها وكبيرها، ويجتهد في إرضاء الخصوم أولا، ومن لم يرضي خصومه لا يفتح له من هذه الطريقة بشيء. إذا أردت أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك لازم ترضي الخصوم، خصومك من المسلمين. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في آخر أيامه قال: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليأخذ منه. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تعلقت حقوق الآدميين به، آذى هذا وجرح هذا وشتم هذا وظلم هذا وأكل مال هذا، ثم يريد الوصول إلى ربه، هيهات حتى يرضي خصومه أولا. ومن لم يرضي خصومه لا يفتح له من هذه الطريقة بشيء، لأن الطريقة دي قائمة على الفضل مش على العدل. أحيانا يكون لك خصوم لأنك تريد أن تأخذ حقك لا حقهم، فتبقى خصومة من أجل الحصول على حقك، خصومة للحق وفي الحق. الطريق ده لمن لا يعامل الناس بالحق، بل لمن يعامل الناس بالفضل. تنازل عن حقك لأخيك، اتركه له. إن كنت عايز هذا الطريق فده طريق أهل العزائم، لكن عايز تاخد حقك يبقى أنت من عوام المسلمين، ما يجراش حاجة، لا تأسم، خد حقك لكن لا تأسم، لكن لا تصل إلى الله سبحانه وتعالى. لا تصل إلى الله أي مقام الولاية الخاصة، لأن أنت عايز ولاية خاصة مش ولاية عامة. فالله سبحانه وتعالى أعطاك بالشريعة إنك تاخد حقك، أنت لست آثم إذا طلبت بحق، لكن قال: والعافين عن الناس، وقال: والله يحب المحسنين. فمتى تعفو ومتى تصفح ومتى تحسن ومتى تكون من أهل الفضل؟ إذا أردت أن تكون من أهل الفضل في الآخرة فكن من أهل الفضل في الدنيا، فتنازل عن حقوقك للناس، اتركها للناس، حتى ولو أذوك تعفو عنهم وتصفح عنهم ولا تعاملهم بالمثل، لا تكن إماعة، إذا أساء الناس تسيء وإذا أحسنوا تحسن، ولكن توطد نفسك أن تتجنب إساءته. ثم يقول لك: أعطي من حرمك وصل من قطعك واعفو عن من ظلمك. هذه هي طريقة الوصول إلى ربك إن كنت تريد الولاية الخاصة، أما الولاية العامة فلا بأس إنك أنت ولكم في القصص حياة، ما يجراش عنك قصص، ولكن إذا كنت تكون من أهل الخصوص تعفو أحسن، وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فهنا يكلمك على طريق اهل الخصوص اهل الفضل. انت دلوقتي في نزاع بينك وبين اخوك علشان اخوك عايز ياخد الورث كله بتاع ابوك ومش عايز يديك نصيبك، من حقك انك انت ترفع عليه قضيه وتاخد حقك،
وتعمل اعلام وراثة وتعمل فرز وتجنيب وتاخد حق. لا تأثم شرعا، انت هتاخد حقك لكن عاديت اخوك. لكن طريقنا احنا نعمل ايه؟ نقول له خده كله، السلام عليكم، وافضل اخويا حبيبي، وتسيب القضية من بابها. فهمت ازاي؟ تقوم ايه تشتري الخصومة، تحولها الى محبة. ويدرؤون بالحسنة ايه؟ السيئة. افهم الحتة دي، قليل من الناس اللي بيعمل الحكاية دي. يعني يساء اليه يقوم ايه؟ يقابل الاساءة بالحسنة، مش بالعفو ولا بالصفح ولا بالتجاهل فقط، لا، ده فوق ده كله، ده يعدي كل المراحل دي كمان ويحسن اليه. يبقى يحسن لمن اساء اليه. فهمت بقى المعنى؟ يبقى لازم ترضي الخصوم. تقول لي ارضي الخصوم ازاي؟ ده انا بطالب حقوقي، ده انا مش عايز غير حق. خلاص خد حقك، لكن انت مش هتخش معانا في السكه، مش هتبقى تبع الفرقه بتاعتنا، انت هتبقى فرقه عوام مع اصحاب اليمين. لكن عشان تبقى من المقربين دي شغلانه تانية. يبقى المقربين دول ليهم شغل تاني. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده لما سالوا احد الصوفيه بيقولوا له ما حق الله في المال؟ قال عندكم ام عندنا؟ لان اللي بيسالوا فقيه. فقال هل هناك شرعان؟ هل هناك عندك وعندنا؟ هو الحكاية دينين؟ قال لا، ولكن عندكم أيها الفقهاء حق المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ربع العشر إن كان من جنس الذهب والفضة وغير ذلك. وابتدى يقول له أحكام الزكاة. أما عندنا فالمال كله لله وليس لنا شيء، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فنحن لا نملك شيء، فنحن لا يحول عندنا حول، لأننا نحن أصلا لا نمسك المال. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة سنة واحدة وفتحت له الدنيا كلها؟ لأنه لم يحتفظ بنصاب عام كامل صلى الله عليه وسلم، كان لا يأتيه سائل إلا ويعطيه صلى الله عليه وسلم، فكان لا يمر عليه عام ويبلغ عنده نصاب أصلا. ده حال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت أنت عايز تبقى من حال الأكابر تبقى من هذه الصورة. وعلشان كده بيقول لك ترجي الخصوم، لان تيجي تقرا الكلمه دي تقول طب انا ما بطالبش بالحق. طيب وماله طالب حقك؟ لكن انت مش تبع الشغلانه دي. اقفل الكتاب ده، انت مش تبع الناس دي. افتح كتاب الفقه، افتح بقى كتاب الفقه وكتاب المعاملات وكتاب البيوع وكتاب القصاص وكتاب القضاء. انت تبع الناس دي وكلهم مسلمين والجنه واسعه تسع الناس كلها، لكنها درجات. فهمت بقى المساله؟ وعلى هذا النحو جروا، يعني على هذا النحو ان هم يرضوا الخصوم جميعا. انت عايز دي خد، عايز دي خد. شوف الامام الشافعي كان يقول ايه؟ علمت ان القناعه راس الغنى فصرت بازيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم امر على الناس شبه الملك. مش كده برضو؟ وبيقول ان تجتنبها كنت سلما لاهلها على الدنيا يعني، وان تكذبها ناهشتك كلابها. لان في ناس طماعه عايز حقه وزياده شويه. وخد بالك التجربه اثبتت ان القريب كلما ازدادت قرابته يحب ياخد منك اكتر من حقه. ليه؟ لانه عشمان فيك. يعني كل ما كان التصاق القرابه قويه كل ما تيجي تحاسبه بالحساب بالحق والمستحق يزعل منك، يقول لك واحنا غرب، واحنا غربة بتحاسبني بالورقة والقلم؟ مش ده اللي بيحصل؟ لأنه منتظر منك الفضل، لأنه شايف إن ليه حق عليك. ده أنا أخوك، ده أنا أبوك، ده أنا عمك. فهمت إزاي؟ ده أنا ابنك. فلما تيجي أحاسب ابني مش زي ما أحاسب الغريب، لما أحاسب أبويا مش زي ما أحاسب الغريب، أما أحاسب الغريب أحاسبه بالحق. مش كده برضه؟ ما أخدش أزيد. لكن لما أجي أحاسب أبويا أو أحاسب قريبي أو أختي أو أمي أحاسبها بالورقة والقلم تزعل مني، صح ولا لأ؟ يبقى انت مع الاقارب علشان تبقى واصل الرحم لازم تسيب حقك ليه. لو خدت حقك منهم يزعلوا منك. دي التجربة اثبتت هذا. عشان كده لا تتعامل مع الاقارب الا بالتنازل عن الحق عشان تفضل وصل للرحم ويفضلوا بيحبوك. لكن هات لي واحد كده بيعامل اقاربه بالحق والمستحق وبيحبوه، ما يحبهوش وفي نفس الوقت ما يكرهوهوش، يعني لا يجد له فضل عليهم. واخد بالك؟ لا بيكرهوه ولا بيحبوه، يعني ايه؟ يعني لا وجود له في حياتهم. واخد بالك؟ لا وجود، لا وزن له عندهم، لا له وزن يعادوه ولا له وزن يحبوه.
ليه؟ لانه عامل كده زي الميه، لا لون ولا طعم ولا رائحه، فهمت؟ لكن المسلم لا، المسلم له رائحه، حيثما حل ترك الرائحه الزكيه الطيبه، فهمت ازاي؟ وعلى شكل التعامل مع الاقارب لازم يكون بالتنازل عن الحق. اخوك عايز حاجه منك ما تقولوش حقك كذا، قول له خدها، حتى لو عندكش الا البدله اللي لابسها، وقال لك انا بردان وعندي 10 بدل بس اللون ده عاجبني، قول له خده وامشي بردان. تقدر تعمل كده؟ سموه الفتوه. اللي يعمل كده هو ده اهل الخصوص بقى، واللي مش قادر يعمل كده يروح وما يتعبناش. ليه؟ لانه هيضيع وقته، هيضيع وقته. وهو مش قادر يعمل كده ليه؟ لانه نفسه قويه عليه، نفسه قويه بتطالب بحقها، النفس حريصه، النفس عندها حرص، عايزه تعض على الحاجه، فهمت ازاي؟ فاللي مش قادر يعمل كده تبقى نفسه قويه، واحنا الطريق ده بتاعنا اصلا طريق للي عايز يدوس على نفسه. لكن اللي عايز بقى يحيي نفسه يروح يدور مع الناس اللي هتحيي انفسه، فهمت ازاي؟ ادي المساله. ثم بعد هذا يعمل في حذف العلائق والشواهد، يبقى يرضي الخصوم الاول بالتنازل عن حقوقه، بإعطائهم فوق ما يريدون، فهمت ازاي؟ ما بيقول لك تخلق ايه؟ بالايه؟ تخلق بالسخاء، فكل عيب يدويه السخاء، مش كده برضه؟ كل ما تبقى كريم وبتدي الناس ما تشوفلكش عيب، يوم الناس تعفو عنك. تعرف لو بتشتم واحد كل يوم وكل يوم بتدي له 100 جنيه تبقى شتمتك على قلبه احلى من العسل، صح ولا لا؟ السخاء يخليه يتحملها. انما انت ما بتديلوش حاجه وكل يوم بتبص له حتى بصه وحشه، بصه وحشه ما بتكلموش، لكن بصه وحشه ما يستحملهاش. يقول لك ده بيبص لي كده ليه؟ ده عايز مني ايه ده؟ ممكن كمان يقف لك في الطريق ويتخانق معاك، صح ولا لا؟ لكن بص له واشتمه واديله يا يستناك على الباب كل يوم. شفت الامام الشافعي؟ ده كلام الامام الشافعي، كان راجل علامه كبير، عالم رباني، فقيه صوفي، كان يقولوا عليه من الابدال، فجمع الشريعه والحقيقه. هو اللي بيقول كده، تخلق بالسخاء فكل عيب يداويه السخاء. يعني لو فيك كل عيوب الدنيا وعايز الناس ترضى عنك، طلع كل اللي معاك ادهولهم، ما تاخدش حاجه. وعشان كده كانوا كثير من الانبياء وكذلك الصالحين متاثرين بالانبياء، اما يجي ياكل ما ياكلش لوحده ابدا، يجمع الناس تاكل معاه. وكان النبي لا ياكل منفردا، يحب ياكل مع الناس، ويقول لك اكثار الايدي على الطعام فيه بركه، علشان ما يبقاش ايه؟ قاعد بياكل بشهوه نفسه. انت بقى لما بتعمل الطعام وتقعد لوحدك تقوم تنقي احلى اكل، وقاعد بتاكل كده بتتمزمز بالطعام، يعني قاعد ايه؟ بتاكل بشهوه مش بتاكل بالله. لكن لما تعمل الطعام وتخدم الاحباب وتلاقي الناس كده قاعده بتاكل معاك، وبعدين تؤثر اخيك الحته الحلوه كمان تديها له، تلاقي نفسك بتاكل وبتتربى وبتتعبد وبترقى الى الله. شوف، يصبح الطعام بالنسبه لك عباده، انما الثاني الطعام بالنسبه له عاده تقوي ايه؟ تقوي شهوه النهي. يبقى واحد بياكل يقوي نفسه، والثاني ياكل يتقرب الى ربه. هل هتاكل بطريقه الانبياء والصالحين ولا هتاكل بطريقه المحجوبين؟ وكله اكل، ده الكلام ده لو كان الاكل حلال ومن حلال، فما بالك بقى لو كان حرام ومن حرام؟ فهمت بقى المسألة؟ ثم يعمل في حذف العلائق والشواغل. طبعا لما يخلص من الخصوم ما بقاش عنده قضايا ولا في مشاغبات ولا حد هيضايقه، يبقى ما بقاش في علائق في قلبه تمنعه هو بيعبد ربه تشغله. انت لما يبقى عندك خصومة هنا وخصومة هنا ومتخانق هنا ومتخانق هنا وتيجي تصلي، كل الخصومات دي كلها في قلبك شغالة تمنعك عن ايه؟ حلاوة عبادتك، مش كده برضه؟ تقلقك. لكن اللي تخلص من ده كله ما بقاش عنده اعداء، بقى كله حبايبه، فهمت ازاي؟ يقوم يجي يقعد يقول الله اكبر، تبقى فعلا الله اكبر. يجي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى مع الله. يجي يقول الحمد لله رب العالمين، مع الله. يبقى بيصلي، واخد بالك؟ فعلا في الصلاه الكلام طالع منه، طالع من قلبه، بل مش طالع من قلبه، طالع من كله. انما الثاني اللي منعه ايه؟ الخصومات، التنازعات. رجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ فهمت بقى المسألة؟ عشان كده يبقى التخلص من الخصومة يليها التخلص من العلائق والعوائق. كل الحاجات دي تمهيدا لإيه بقى؟ إنه لما يجي يعبد ربه يعبده بلا علاقة وبلا شغل وبلا عوائق، يبقى بالطريقة دي يصل إلى ربه. فهمت بقى المسألة؟
فإن بناء هذا الطريق على فراغ القلب، لأن القلب لو مشغول بغير الله ما يسكنوش ربك خالص، لأن ربك أغنى الشريكين أن يشرك به. يجي يدخل قلبك يلاقي فيه شحناء وفي بغضاء وفي طمع وفي حرص وفي حسد، يوم يتركك وقلبك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسكن إلا القلب السليم. وكان الشرلي يقول للحسري في ابتداء أمره: إن خطر ببالك من الجمعة إلى الجمعة الثانية التي تأتينا فيها غير الله تعالى فحرام عليك أن تحضرني. بيربيه يقول له أنت بتجيلي كل جمعة، طول الجمعة اللي جاية من الجمعة دي للجمعة اللي جاية لو خطر في قلبك غير الله ما تجيليش، لأن مش هتنفع، ما بيعرفش وقتي معاك، تبقى أنت مش نافع. فهمت إزاي؟ وإذا أراد الخروج من العلائق فأولها إلى العلائق، اولها ايه؟ المال والمناصب، مش كده؟ هي المال والمناصب، هي دي الناس قاعدين يقطعوا بعض عشانها، ده بيقتلوا بعضهم علشان يقتل اخوه ابن امه وابوه عشان المال والمناصب. بتقرا في الحوادث يقتل امه علشان ايه؟ قاعده في الشقه عشان عايز يتجوز، امه مش عايزه يقعد في الشقه، امه يقتلها عشان يستفرد بالشقه. مش بتحصل الحاجات دي كلها؟ بتحصل. يقتل اخوه علشان راح يروي ارضه قبليه، او علشان في نزاع على حدود الارض، يبقى اخوه يقتل. يبقى اول حاجه الحاجات اللي هي بتحول. واذا اراد الخروج عن العلائق فاولها الخروج عن المال. والخروج عن المال مش معناه يبقى مفلس، الخروج عن المال يعني من قلبه، يبقى المال في ايده، يصل بالمال ده الى ربه، مش المال في ايده لينازع بيه الناس او ليفاخر بيه الناس، لا، ده المال في ايده ليصل بيه لربه عشان يرضي بالخصوم. شفت ازاي؟ وعشان يتصدق، وعشان يقضي بحوائج الناس، وعشان يقوم بايه؟ بحوائج من يعول. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. يبقى المال اللي في ايده ده عشان يربي بيه اولاده، وعشان ينفقه على زوجته، وينفقه على امه، وينفقه على داره الغلبان، وينفقه على الايتام من اقاربه، وينفقه على اهل الحي الفقراء. وكلما اتسع ماله اتسعت دائره انفاقه حتى تشمل الناس جميعا، وكانه هو قاعد محصل بس للمال لا يملكه لينفقه. ادي معنى خرج من المال، يعني اصبح المال مش لنفسه، ولا علشان يستثمره لنفسه ابدا، ولا للذة جمعه، ولا للحرص عليه، فصار المال خارج هو عن المال. صار المال كأنه بيبص للمال من بعيد، كأنه مش مالك. تصور انت واحد حط لنا هنا 1,000,000 جنيه مش بتاعتك، حطها لنا هنا وقال وزعها، فانا قلت لك تعالى ساعدني في توزيعها، هتجد اي غضاضة في قلبك وانا بدي لده 1,000 وده 10,000 وده 100,000، لانه مش مالك. صح ولا لا؟ لكن هات انت فلوسك اللي حطيتها تحت البلاطه واللي حطيتها في البنك وحطها لي هنا، ونيجي نوزعها، كل ما اوزع حاجه قلبك يطب، لانك متعلق بيه، مش كده؟ برضه متعلق بيه. الخروج من المال اني تنظر للمال اللي هو في ايدك انه مش بتاعك. فهمت ازاي؟ تقوم ساعتها لما تنفق تنفقه ونفسك مش متشوفه ليه. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. حال النبي كان كلما اتى اليه مال كان ينفقه، واخد بالك؟ كأنه بيقول انما انا قاسم والله معطي، انا بقسم بس، ما قالش على نفسه مالك ابدا صلى الله عليه وسلم، قال انما انا قاسم والله معطي. وقال: لا تجدوني شحيحا، لا امنعكم شيء. يتشبث ببردته صلى الله عليه وسلم لدرجة انها تترك اثر، وبيوزع على الناس، ويقول احدهم: اعطني فانك لا تعطيني من مالك ولا من مال ابيك، فيبتسم ويعطيه صلى الله عليه وسلم. شفت بقى المعنى؟ ادي الخروج من المال. الخروج من المال مش معناه انك انت يعني تترك كل مالك في الظاهر لكن تبقى ندمان عليه في الباطن، تبقى انت ما خرجتش من المال، انت ما زلت مفتقرا اليه. الخروج من المال تخرجه من قلبك، يعني اللي تنفقه تنساه، لدرجه تيجي يسالوك انت اديت لفلان كام امبارح، تقول انا مش فاكر والله، انا كبشت كبشه كده واديته، لانه مش في بالك. فهمت بقى مثلا؟ انما هات واحد ما عرفش يخرج من المال وبيتصدق، تبص تلاقي ايه؟ نفسه متشوفه للمال اللي هو بيطلعه، هو بيطلعه حتى هو في ايد الفقير نفسه متشوفه. وبعدين بعد ما يطلع زكاه المال اللي هي حق الفقير، يقول لك انا اديت الزكاه لجاري الفقير، والراجل ما بيحسنش التصرف، جاب بيها تلفزيون، مجرم. يعني هو برضه باصص للفلوس اللي خدها الراجل وصرفها في ايه كمان؟ شوف قد ايه نفسه مع المال، او ده ما يوصلش. نفسه مع المال ما يوصلش، ده مسكين. انت مالك المال اللي في ايدك ده؟ الزكاه دي ملك الفقير، يصرفها زي ما عايز،
يستفز لو ما عايز، وبعدين ربنا هو اللي هيساله وهيحاسبه مش انت اللي هتحاسبه. ولو اساء التصرف فيها انت تستره وتدعي له ان ربنا ينور بصيرته لما في مصلحته، مش تشمت فيه وتحرمه. شفت بقى الاجرام بتاع الاغنياء بيعملوا كده، مجرمين. يقول لك اصل ده مدخن، هديله يشتري بيها سجاير؟ انت مالك، ده حقه عندك. كون هو بيسيء بقى للتصرف انت مش وصي عليه، لست وصيا عليه ايها الغني. انت غايه ما هنالك تديله ماله اللي هو حقه، وبعدين ادعي له ربنا يهديه ويصلح حاله. فهمت ازاي؟ بس انما انت مش وصي على حد، انت عامل نفسك مسيطر على الناس، عايز تعدل الكون، والكون كله معدول وانت اللي مقلوب. فهمت ازاي؟ انت شايف الكون مقلوب ايه؟ لان انت اصلا ماشي على دماغك، منتعل وحاطط النعل في دماغك مش فارق. عشان كده اول حاجة تخرج من المال، تخرج من المال دي اول فراغ من العلائق. فان ذلك الذي يميل به عن الحق. شوف سموه مال ليه؟ جاي من الميل، مال من الميل، لان الانسان يميل اليه، فاذا مال الانسان اليه مال الانسان عن الحق فسموه مال. انت نفسك لما بتيجي ايه تندب على نفسك وتقول يا مالت بختي يا مالت بختي، يعني اللي عنده مال ومايل له يبقى هو ده مالت بختي، هو ده اللي بخته مال. فهمت ازاي؟ لكن اللي ما عندوش مال وليس ميال للمال هو ده المتحرر، واللي عنده مال ولكن ليس في قلبه بل في يده هو ده المتحرر. زي سيدنا الجنيد لما جاله الراجل بيتصدق عليه وبيديله سره مليانه اموال، يقول له انفقها عليك وعلى الفقراء معك. قال هل عندك غيرها؟ قال عندي كثير. قال هل تريد غير الذي عندك؟ قال نعم. قال اذا خذها فانت اليها احوج اليها منا، اما نحن ليس عندنا ولا نريد غيرها فاحنا اغنى منك، احنا مش عايزينها، انت مش بتنفقها وعايز ثاني؟ طب اهي الثانيه اهي خدها. فهمت بقى المساله؟ فالخروج من المال يعني تخرجه من قلبك. فان ذلك الذي يميل به عن الحق. هدي لك مثال، الممثلين اللي بيتوبوا الوقت الناس تكلموا عليهم كتير، بعد ما يتوبوا يترك التمثيل يرجع للتمثيل تاني في صورة اخرى. ليه؟ عشان المال. يعني هو تاب صحيح ونفسه الخير، لكن هو ليه رجع فيما تاب عنه؟ ايه السبب اللي خلاه يرجع فيما تاب عنه؟ ايه السبب؟ حرصه على المال، صح ولا لا؟ لانه هو لما هيمثل هيقبض، بس غاية ما انا هنالك بدل ما كان بيمثل افلام فيها فجر واضح اصبح يمثل افلام فيها غيبة للصالحين، يعني انتقل من الفجر الواضح الى غيبة الصالحين، يعني يمثل سيرة الناس الصالحين، يمثل بقى الامام البخاري، الامام ابو حنيفة، الامام الشافعي، الامام مش عارف مين. يقول لك انا كده بأدي رسالة. رسالة ايه؟ ده انت كده بتغتابه، لان غيبة المسلم انك انت تقول ما فيه وهو يكره ان يطلع عليه الناس، مش كده برضو؟ هل في حد من الائمة يقبل انك انت تمثل مراته، تجيب حتة ممثلة وتجيبها تبقى زوجته؟ هل انت تقبل جدك اللي كان حافظ قرآن، جدك الازهري، كل واحد فينا كان ليه جدي ازهري، عمة كبيرة حافظ قرآن زمان، هل تقبل ان جدك اللي مات من 100 سنة ده اللي بتسمع عنه انه كان راجل صالح وولي يجي يمثلوه ويمثلوا شخصيته في صورة انسان يتسمر اسمه، ويمثلوا جدتك يجيبوا لك حتة ممثلة كانت من يومين رقاصة يجيبوها يلبسوها طرحة وتبقى دي جدتك، تقبل هذا؟ تقبل هذا؟ غيبة، مش هي دي غيبة؟ وغيبة المسلم ايه؟ كبيرة. واذا كان المسلم حي واخد بالك يستطيع ان هو يدافع عن غيبته، يقوم يرفع قضية، يقوم يحرمه ما يمثلوش الاحياء ابدا عشان خايفين من الحي يرفع قضية. لكن لو كان ميت غيبته اشد، ليه؟ لعدم قدرتي على اخذ حقي، فتبقى غيبته اشد. واذا كان غيبته اشد تبقى حجابه بيها اشد، لانها بقت معصيه اقوى، صح ولا اللي بكلام الكلام اللي بقوله ده هلضمه؟ فهمت ازاي؟ يبقى الخروج من المال ان انا خرجت من معصيه ما ارجع لهاش تاني بوجهه نظر اخرى وبمسوغ اخر، خلاص انا خرجت. فهمت ازاي؟ ان شاء الله افتح كشك، ان شاء الله اجيب جرجير وليمون وابيعه واكسب منه من طريق حلال،
لكن ما ارجعش فيما عدت اليه ابدا. يقول لك اصل التمثيل حاجة له جانبان، حسنه حسن وقبيحه قبيح. لا، كله قبيح، لان التمثيل اذا مثلت الكفر فهذا حرام، حرام الا من اكره وقلبه مطمئن، مش كده برضو؟ ولا اكراه في التمثيل، يبقى لا يجوز ان امثل الكفر ابدا، لان لا اكراه فيه، يبقى لا يجوز ان انا امثل صورة فرعون وهامان وقارون والكفار وابو لهب وبتاع. واذا كان مسلم فلا يجوز ان امثل المسلم، لان تمثيل المسلم غيبة. طيب واذا كان رواية مختلقة؟ لا يجوز، لانه كذب، وهذا الكذب بهتان، اضيع وقت الناس. يبقى لو هربت من الرواية المختلقة اللي هي الكذب ويأت ايه في تمثيل الكفر، هربت من الكفر ويأت في غيبة المسلمين، يبقى ليس له وجه مباح. فهمت بقى المسألة؟ واللي رجعوا ليه تاني ايه بعد توبته واحنا لا يعني نشك في صدقه في التوبة، هؤلاء الناس سواء اناث او ذكور لا نشك في صدقهم في التوبة، لكن لان ما لهمش شيخ يربيهم، هو اللي بيربي نفسه. فهمت؟ هو تاب وساب نفسه لنفسه، فلما لقى ان الحكاية كده فابتدى نفسه تحاوره مرة اخرى الى العودة الى المعصية، ولكن بايه؟ بصورة طاعة. تقوم تزين له المعصية في صورة طاعة زي اهل السبت. فهمت ازاي؟ هم مش عايزين يقص ربنا ما يصطادوش يوم السبت، لكن ايه؟ ينصبوا السنانير والشبك بتاعهم يوم السبت ويجمعوا يوم الحد. فهمت ازاي؟ هي نفس القصة. يبقى الخروج من على المال تشيله من قلبك، فإن ذلك الذي يميل به عن الحق. ولم يوجد مريد دخل في هذا الأمر ومعه علاقة من الدنيا إلا جرته تلك العلاقة عن قريب إلى ما منه خرج. شوف، جرته عن قريب إلى ما منه خرج. فإذا خرج عن المال فالواجب عليه الخروج عن الجاه. يبقى يخرج عن المال أولا. إحنا كأطباء جراحين في عمليات في الجراحة عندنا بنعتبرها حرام، حرام، يبقى الأجرة اللي تيجي منها حرام، زي الإجهاض وزي ترقيع غشاء البكار للنساء للبنات اللي بيغلطوا. دي عمليات أولا بتدر ربح كبير جدا للطبيب، وبعدين سهلة وما لهاش أي مشاكل كتيرة، ويعملها ويقبض اللي هو عايزه، لأن اللي بيبقى جايله عايز يستر نفسه، فأي مبلغ يقوله هيدفعه. فهمت إزاي؟ في أطباء كتير بتمشي في السكة دي، يوم يجي يتوب الطبيب. اعرف ناس تابوا من هذه العملية، وبعدين لما يجي يتوب يلاقي ربحه قل، هو متعود على دخل كبير كل يوم بيجيله، يوم يعمل ايه؟ يقول لك يا اخي ده العملية اللي نعملها دي ستر على الناس. من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والاخره. طب وليه انا اتركها؟ ما انا بستر على الناس، انا اعملها بنية تانية، اعملها بنية تانية، بنية الستر على المسلمين. يوم يرجع لها تاني الى معاد منهم. فهمت ازاي؟ ويعملها ويحول المعصية الى صورة طاعة. فهمت ازاي؟ يخليها صورة طاعة. خد بالك، ودي بقى ايه من ضمن الحاجات اللي هي الغريبة، مكر النفس، مكر النفس بالانسان، ويعيش على كده 20 سنة، ويعيش بعد كده لحمه كله نبت من حرام، وهو متصور انه بيستر المسلمين وانه هو كده بيؤدي وظيفة مهمة. فهمت ازاي؟ وهو بيغش المسلمين وبيشيع الفاحشة وبيعود الانسان اللي اخطأت انها تخطئ تاني وتالت ورابع. ونسألهم العملية اللي انت بتعملها دي لما بتعملها في حد بتعملها له ويجي لك تاني؟ يقول لك ده العادة ان هما بيقولي تاني كذا مرة، يبقى دليل انك انت اعنتهم على اعادة الفحش. فهمت ازاي؟ يبقى اعنتهم على اعادة الفحش، انت ما اعنتهمش على التوبة. لكن شفت اللعب؟ زي الممثل اللي تاب وبعد كده يرجع يمثل تاني بس بصورة اخرى، ويفتكر نفسه انه كده بيطيع، والطبيب كده برضه، والمهندس كده، والمدرس كده، وامام المسجد كده، وكل الناس كده في مهنتهم. انت بتعملها عايز نفسك ولا عايز ربك؟ واجه نفسك بوضوح. ده في عالم دين يقعد يعلم الناس الدين وهو عايز دنيا، يقال انه عالم، يقال انه ويتعين في الوظائف ويبقى الشيخ الكبير ويبقى عميد المعهد ويبقى مش كده برضه؟ شوف، في اكتر من الدين، علم الدين يبقى حجاب ويبقى تناوله معصية، فما بالك بقى بعلوم الدنيا من باب اولى. فهمت ازاي؟ فهي خطيرة. يبقى الخروج من المال تخرجه من قلبك. ليه تخرجه من قلبك؟ عشان ما ترجعش لما عدت اليه منه، ترجع له بطريقة تلتف بقى ملتفة ملتوية. فهمت ازاي؟ خد بالك من الحاجات دي، لان النفس امارة والنفس خبيثة.
لئيمة والشيطان فقيه، يجي لك من جهة الطاعة، فأنت يجي لك من جهة الطاعة ويحول لك الطاعة المعصية إلى طاعة، شوف قد إيه، فخد بالك منه. خرجنا من المال نخرج من الجاه، لأن الجاه أقوى من المال، لأن في ناس بتنفق المال من أجل الجاه، كان زمان يدفع مش عارف كام ألف علشان ياخد البشوية وياخد البكوية، مش كده برضو؟ يبقى الجاه أغلى من المال، لأنه ممكن تنفق المال من أجل الجاه، فهمت بقى إزاي؟ يبقى تخرج من المال وتخرج من الجاه. عشان كده سيدنا ابن عجيبة صاحب قاضي الهمم في شرح الحكم كان بيقول على نفسه في بداية الطريق إلى ربه، كن عالم كبير من علماء الشريعة، وكان وجيه من وجهاء قومه، وكان من أشراف المغرب، وكان يعني أسرة كبيرة وعيلة كبيرة. أول ما راح لشيخه علشان حس أنه محبوب عن ربه، بالرغم العبادات اللي بيعملها والقرآن اللي حفظه والدين اللي تعلمه، حاسس أنه محبوب برضه عن ربه. قام شيخه قال له إيه؟ لن تفلح حتى تخلع عنك عمامتك وتقف على باب المسجد الذي كنت تصلي فيه بالناس وتأمهم وتدرس لهم وتقف تشحذ منهم، اشتغل شحات عشان تكسر نفسك. قال له اقلع العمة دي والبس لبس قديم وقف على باب الحي اللي انت كنت فيه بيه، اللي كنت فيه مولانا الشيخ الكبير، وقف خلي الناس دي كلها تهزأك، وخلي الناس دي كلها تنتقصك، وخلي الناس دي كلها تنظر لك بنظرة الانتقاص. كل ده علشان ايه؟ عشان يعالج نفسه اللي شايفها انها متميزة، فهمت ازاي؟ طرق من العلاج، زي ما يجي لك عيان كده تعبان تقول انت لازم تدخل المستشفى وتتحجز انفرادي عزل، فهمت ازاي؟ علشان تخففه من مرض جسماني. هو كذلك عايز يخرجه من الجاه، فهمت ازاي؟ هو عايش في الجاه الكبير وراح يشتكي لشيخه، انا مش عارف اوصل، انا حافظ القرآن كله، بصلي طول عمري، طول عمري بعلم الناس الدين، ولكن انا مش حاسس ان انا بوصل لحاجه، ما حسيتش بحلاوه العباده ولا لذه الطاعه، هعمل ايه يا مولانا؟ فمولانا قال له ده انت الجاه هو اللي عميك، الجاه عميك، اخلع عنك الجاه. زي ما قالوا برضه لاحد المشايخ، سيدنا الجنيد كان بيجي له راجل يحضر معاه 20 سنه من وجهاء بغداد، وبعدين بيقول له والله يا امام انا بسمع كلامكم بحبه والحاجات دي، لكن انا منذ 20 عاما احضر معكم ولم اتذوق ما ذقتوه. فقام قال له الجنيد اذا اردت ان تذوق ما ذقناه افعل ما امرك واظنك لا تفعل، اخلع عنك جاهك واخرج الى سوق بغداد وامسك عصايا وصفيحه واملا جيبك ثمرات واضرب على الصفيحه وقل من يدفعني على قفايا اعطيه تمره، واضرب على دي، يعني عايز يتضرب على افاف وسط السوق اللي هو فيه شعبندر التجار، يعني عايز يخرجه من الجاه بس بعمليه جراحيه، يستأصل الجاه من غير بنج، عمليه جراحيه كبيره من غير بنج لاستئصال الجاه من قلبه. فقال له تعمل ايه؟ روح الحته اللي انت فيها كلك جاه وكل الناس بتشوفك يقول لك ده سعاده البيش بندر التجار دخل وكل الناس تخدمك، لا اقلع بقى والبس لبس البيت وامشي حافي وهات البتاع البنديره دي واضرب عليها وقول اللي يضربني على قفاه ده اربع هدي له تمره، واعمل كده وتعالى لي بعد اسبوع هتدوق اللي احنا دقناه. قال له والله لا استطيع. قال اذا احضر معنا ولا تتكلم، لانه مش قادر يخرج من الجاه، فهمت بقى المساله؟ يبقى اول حاجه تخرج من الجاه، يعني ما تشوفش نفسك مزية. ربنا بيقول لك ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أنت شايف في نفسك المزية، واخد بالك، وعايز تاخد الوزارة وعايز تاخد الجاه وعايز تاخد الأستاذية وعايز تاخد المشيخة وعايز وعايز، خلاص خليك في اللي أنت عايزه، ربنا هيديهولك، لكن هيديهولك ويحجبك بيه، لأنك طالبه بنفسك مش بربك، فهمت بقى المسألة؟ عشان كده الرسول يقول ايه؟ الولاية لا نوفيها لمن طلبها. شفت كلام النبي بقى؟ لأن النبي عايز يولي أولياء. النبي عايز يبقى ولاة الأمور أولياء، واخدينها بالله مش بنفسهم. فكان اللي يطلب الولاية من رسول الله ما يديهالوش، لأنه ده طالبها لشهوة نفسه. وكان يعطيها لمن لا يطلبها صلى الله عليه وسلم. والوقت الناس بتطلبها، يرشح نفسه وينفق الأموال الكبيرة علشان الناس كلها تنصبه. يبقى عضو مجلس الشعب وعضو مجلس الشورى ويبقى الوزير ويبقى وينفق الاموال الغفيره علشان يتولى الولايه، فهمت ازاي؟ كل ده ايه؟ طلبا للجاه.
فهمت بقى المسألة؟ يبقى يخرج عن المال وعن الجاه، فإن ملاحظة حب الجاه مقطعة عظيمة. مش يقول له أما قتلت ليقال عليك شجاع أو أما وقد قيل، ويدخل النار. عارف أنت الحديث كلنا حافظينه. والتاني يقول له أما أنفقت ليقال عليك جواد أما وقد قيل، ويرموه في النار. والتاني اللي بيعلم العلم يقول له علمت العلم ليقال عليك عالم أما وقد قيل، كل الناس قالوا عليك عالم وكل الناس اتلمت حواليك وبقت تقديرك حوائجك وعشت طول عمرك في قبهة العلماء، خلاص خدت أجرتك أنت كنت عايزها دي، ادينا قالك قابل ربه لا يجد إيه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجر الله عنده فوفاه حسابه. فهمت بقى المسألة؟ عرفت ان الطريق صعب ازاي؟ ان المتصوف بحق ده قليل نادر في التصوف، الناس متصورة شبحة وورد وقاعد يصلي وخلاص، او حضرة ذكر او مولد وشوية مراجيح وصنية فتة، مش هو ده التصوف خالص خالص. التصوف مش كده خالص، التصوف دي شغلانة ثانية كبيرة، ومن كتر ما هي كبيرة وصعبة الناس اكتفت بالرسوم بس، مظاهرها بس. مظاهرها ايه؟ ورد وسبحة، مظاهرها اننا نجتمع على الطعام، مظاهرها اننا نحتفل بالاولياء، دي مظاهر هي صحيح مطلوبة لكن ليست هي لب الموضوع. لب الموضوع مختلف تماما، مش كده خالص. وما لو ما لم يستوي عند المريد قبول الخلق وردهم لا يجيء منه شيء. الذي لا يستوي عنده الذم والمدح من الخلق ما يجيش منه حاجة. اللي يحب المدح وينقبض من الذم يبقى ده لسه بقى ده بيعبد ربه بنفسه. واحنا يا سيدي بنتكلمك عشان تعبد ربك بربك، عشان تعبد ربك بربك، او على الاقل تعبد ربك لربك. وفي فرق بين اللي يعبد ربه لربه، وفي فرق من اللي يعبد ربه بربه، وفي فرق من اللي يعبد ربه بنفسه، وفي فرق من اللي يعبد ربه لنفسه. فهي اربع مرات، فرق كبير. هدي لك مثال. قد تفعل الخير لنفسك وقد تفعله بنفسك، وقد تفعله لله وقد تفعله بالله. ازاي تعرف انا بعمل الخير ده لله ولا لنفسي ولا بنفسي ولا بالله؟ ازاي؟ ايه التحاليل اللي تعملها في نفسك والاشعاعات المقطعية اللي بيها تعرف في قلبك انت في اي مقام؟ ربك سبحانه وتعالى خلق لك بقى البشر انواع علشان يفتنك فيهم ويمتحنك بيهم ويكملك بيهم. اذا كنت بتعمل الخير لنفسك لنفسك يبقى هتديه لمعترف بالجميل، يبقى ما تعملش الخير الا لمعترف بالجميل. ليه؟ لان المعترف بالجميل لما تعمل فيه الخير هيشكرك في كل موقع، وانت تحب المدح يبقى انت بتعمل الخير في معترف بالجميل لنفسك، اي لشهوة نفسك للشعور بالمدح. فهمت؟ ده انت مش عامله لله، لانك انت لما بتدهوش الا لمعترف بالجميل. فهمت؟ يبقى بتعمله لنفسك. فهمت؟ طيب وامتى تعمله بنفسك؟ تعمله بنفسك وتعطيه لغير الجاحد، لكن مش معترف بالجميل مش مهم. على الاقل ما يبقاش جاحد. فهمت؟ يوم يخلق لك ناس تدي لهم تعمل فيهم الجميل، لا يقول لك شكرا ولا يذمك ولا يمدحك. في ناس كده شفتهم؟ انا شفتهم وكل الناس تشوفهم. في ناس كده تعمل فيه الخير لا يقول لك شكرا ولا يقول لك وحش ولا يقول لك حلو ولا يقول لك حاجه، ما يبانش عليه حاجه. فهمت ازاي؟ لا يبقى لا معترف بفضلك ولا جاحد لفضلك. لو اعطيك لهذا النوع يبقى انت بتعطيه بنفسك. علشان ليه بنفسك؟ علشان تشعر انك انت بتعمل الخير وخلاص. الحمد لله انا ما بعملوش هو اللي بيشكرني يا رب، انا ما بعملوش اللي بيشكرني يا رب، عشان انا مش عايز اعمله لنفسي، ده انا هعمله لواحد لا اريد منه جزاء ولا شكور. يبقى بعمله ايه؟ بنفسي. ربك خلق لك الجاحد اللي تعمل فيه الخير ويبقى عامل زي الارض البور مهما تنفخ فيها ما يبانش عليها اصلا، جاحد.
جاحد لفضلك، علشان اذا كنت بتعمل لله تدي للجاحد لفضلك. فهمت ازاي؟ انت اذا كنت بتعمل لله ادي للجاحد لفضلك. وهنا قالوا لنا مشايخنا اعمل الخير وارميه البحر، مش كده برضو؟ البحر يجحد الخير على طول، يبلعه ما يبانش. فهمت؟ طيب واذا كنت بتعمل بربك تقوم تديه للي يأذيك، تعمل الخير للي يأذيك مش اللي يجحد فضلك باللسان، ده اللي يأذيك بعد كده باللسان وبالبنان. فهمت بقى؟ يبقى انت كده بقيت عبد رباني. فهمت؟ شفت ربنا خلق لك الناس انواع ازاي؟ مش علشان الكون ناقص، ده عشان الكون كامل، علشان يعرفك كل درجاتك انت في اي درجة منهم. فلو ما خلقش الجاحد ما كناش نعرف النوع ده، ولو ما خلقش المؤذي ما كناش عرفنا النوع ده، ولو ما خلقش المنكر ما كناش نعرف النوع ده، ولو ما خلقش الانواع دي كلها ما كنتش عرفت تحلل نفسك وتعرف انا بالله ولا لله ولا لنفسي ولا بنفسي. عرفت بقى؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. عرفت ان كل الاكوان بتأخذ بيدك اليه الى ربك، حتى الجاحد اللي بيجحد فضلك بيدلك على ربك. شفت قد ايه؟ بيقول لك اذا كنت بتعمل لي وانا جاحد هتقطعها، تبقى انت بتعمل لنفسك يا مجرم. فهمت ازاي؟ بس هو مش بيقول لك بلسان المقال، بيقول لك بلسان الحال. عرفت تقراها فقت، ما عرفتش تقراها تعيش طول عمرك محجوب. فهمت بقى يا سيدي؟ فاول الطريق ان تعبد لله ثم ترتقي فتعبد بالله. يعني ايه تعبد بالله؟ شوف ربك سبحانه وتعالى لما بيدي رزقه، بيدي رزقه للجاحد وللطائع وللعاصي وللغافل وللمتيقظ ولكل الناس في وقت واحد، مش كده برضو؟ فاذا كنت انت بتعبد بالله هتبقى كده كالغيث لا تفرق بين احد، كله يشرب، وكالارض تنبت الزرع لكل من يزرعه بغض النظر عن عمله ايه، مش كده برضو؟ فانت اذا كنت عايز تبقى بالله فاعمل كده، اذا كنت عايز تبقى لله اعمل كده. وربك لخص النقابات دي كلها في اياك نعبده واياك نستعين. فاياك نعبده فيها مقام العبادة بالنفس وللنفس، واياك نستعين فيها مقام العبادة لله وبالله. فهمت؟ متلخصة كلها في القرآن، بس مين اللي يقدر يفهم، ومين اللي يفهم يقدر يطبق، ومين اللي يطبق يقدر يراقب، ومين اللي يراقب يستمر في المراقبة، ومين اللي يستمر في المراقبة يثق في هذا حتى يصل إلى الله. وعلشان كده يقول لك كل العلماء هلك إلا العاملون، وكل العاملون هلك إلا المخلصون، وكل المخلصون هلك، والمخلصون على إيه؟ على خطر عظيم، مش كده برضو؟ وما لم يستوي عند المريد قبول الخلق وردهم، يعني الذم والمدح، طالما عنده الذم والمدح سواء يبقى هو مش بيعمل بقى لنفسه، لان النفس عايزه ايه؟ عايزه المدح وتنقبض من الذم. لو عنده بقى الذم والمدح سواء وهو ماشي كده زي القطر بيدي الخير لكل الناس ملوش دعوه. فهمت ازاي؟ زي الغيث ينزل نهر النيل بيجري، كل واحد ينزل يشرب منه ياخد حظه منه، نزل كافر يشرب قال له لا ما تشربش يا مجرم يا كافر، كله يشرب، كله يرتوي، البهيمه ترتوي والكلب يرتوي والولي يرتوي والانسان يرتوي. عايز تبقى انت كده؟ الرحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء. شوف من في الارض عموم، علشان كده قال لك ان الصوفي ارض يطأه البر والفاجر ولا يحرم خيره من احد. ادي الصوفي، هات لي انت الصوفي اللي تشوفه بهذا الزمان، واخد بالك تجدهم قليلين. يبقى التصوف دي شغلانه تانية غير اللي احنا شايفينها في الواقع. سيدنا الامام عبد الكريم القشيري مؤلف الرساله دي في القرن الرابع الهجري بيقول اردت ان اؤلفها لان الطريق اندرست ومات معظم اهلها مخافه ان تنتهي. فحاول يدونها بس علشان ايه؟ يحافظ على معالمها قبل ما تندرس. ده في القرن ايه؟ الرابع الهجري. فما بالك واحنا في 1427 هجريه. واخد بالك؟ وطبيعه الحال انما كلما اقتربت القيامه كلما قل الصلاح. لكن على اي حال لا تيأس من رحمه الله، ما زال الاولياء موجودون ولكن مخفيون، اخفاهم الله سبحانه وتعالى حتى لو يشغلهم ايه بوش الناس دي كلها، لانه هو حريص عليهم غيور بهم. لكن على اي حال لا اقل من انك تعرف وصفهم،
عبدتهم على الاقل تعرف حجمك انت فين فيهم، وتعرف انت ليه بقالك سنين بتعبد ربك ما حسيتش حلاوة العبادة ولا حلاوة الطاعة. تعرف ان العيب فيك مش في ربك، ربك مقبل عليك ليل نهار، انت اللي مدبر عنه، ربك قريب منك انت اللي بعيد. ما اقربك مني وما ابعدني عنك. فهمت ازاي؟ ما اقربك مني وما ابعدني عنك. وما لم يستوي عند المريد قبول الخلق وردهم لا يجيء منه شيء، بل أضر الأشياء له ملاحظة الناس إياه بعين الإثبات والتبرك به لإفلاس الناس عن هذا الحديث. ودي المصيبة اللي واقع فيها بعض أهل التصوف الطيبين، يجي يكلم الناس كلام حلو، يقوم الناس تقطعه عن ربه. إزاي تجتمع عليه؟ ولا كمولانا يا عم الشيخ، ويقبلوا إيديه ويخدموه ويتصلوا به فيقطعوا عن ربه. يبقى هو جاي الاول ياخد بايديهم يقولوا هم يطوع عن ربه، الناس بقى هتحسسه ان هو حاجه كبيره قوي، يقوم بعد ما خرج من نفسه يرجع تاني يلبس نفسه. دي المصيبه، ينتكس ينتكس ويرتكس. ودي اخطر حاجه، بعد ما تخرج من المال والجاه الناس تشاور عليك، فاول ما تشاور عليك تتبرك بيك، واول ما يتبركوا بيك تحس انك ليك منزله اخرى عند الناس، ليست بالمال ولا بالجاه بل بالصلاح. تقوم ترجع تاني تنتكس، ويبقى زي حمار الراحة ينتهي حيث بدأ، كلما انتهى الى شيء يلاقي نفسه من حيث ابتدى، زي الحمار اللي في السقي. فهمت ازاي؟ ودي خطورة، ودي القواطع الشديدة. وعلشان كده كثير من الناس كان الاولياء لما يشتهروا في حتة يسيبها ويروح حتة تانية، اول ما يشتهر في الحتة دي يسيبها ويروح حتة تالتة، عايز طول عمره يعيش في حتة مغمور ومحدش يعرفه حتى يمنع نفسه من القواطع. فهمت بقى؟ وهو بعد لم يصحح الإرادة، فكيف يصح أن يتبرك به؟ يبقى الإنسان في بداية خروجه من المال والجاه الناس إيه؟ تحبه، لأنه أولا خرج من ماله، صلح علاقته بالخصوم، صالح كل الناس، بقى يعمل الخير لكل الناس، كل الناس أقبلت عليه، كل الناس بقت تحبه، كل الناس بقت تتبرك به، وهو يدوب لسه، ده يدوب لسه بيتناول العلاج، بيتوب لسه ما ظهرش عليه علامات الشفاء، يقوم يبتدوا يتبركوا به قبل ما يبقى شيخ واصل متمكن، يوم يرجعوه تاني الى ما خرج منه. دي الخطورة، عشان كده هو بيحذرك منه. فخروجهم عن الجاه واجب عليهم لان ذلك سم قاتل لهم، فاذا خرج عن ماله وجاهه فيجب اول حاجة ان يصحح عقده بينه وبين الله تعالى، يعرف انه خارج عن الجاه ده لله، لا بنفسه ولا لنفسه. لحسن يكون اونطاجي بيخرج من الحاجات دي عشان يبقى والي، تخرق له العادات ويبقى له الكرامات. يا دي المصيبة، يبقى ايه؟ فر من كون الى كون، يبقى انتقل من كون الى كون ومن سوى الى سوى، هو ما انتقلش لربه. فهمت ازاي؟ ده هو انتقل من جاه دنيا خرج منه الى جاه في امور الاخرة، واراد ان ينسب اليه الفضل. يبقى هنا الخطورة، فيجب عليه بعد ما يخرج ويعمل الحاجات دي كلها يصحح عقده. انا بعمل كده طلب المزيه ولو في الاخره، ولو في الاخره طلب المزيه، ولا كده لله؟ لان النفس اصلها عايزه تتميز، النفس عايزه تتميز، تقول يا ارض تهدي ما عليك يهدي، عايزه تتبختر، طبيعه النفس كده. فتكون يا نفسي بتعملي ده كله وطوعتيني في خروجي من المال والجاه، يراجع نفسه علشان المزيه في الاخره، والاخره خير وابقى. انت بتهربي من الدنيا وبعدين تعملي للاخره من اجل الاخره ولا من اجل الله؟ شوف ربك يقول ولا يشرك بعباده ربه ايه؟ احد، يعني ولا حاجه خالص، ولا ثواب ولا عقاب ولا جنه ولا نار، ده لله، حتى يصير عبد لله وعبد بالله. فهمت؟ عشان كده يرجع بقى بعد ما عمل المجهود ده كله، شوف بذل مجهود قد ايه وتعب قد ايه، وبعد ما وصل لحاجه قلنا الحمد لله هنوصل، يلاقي نفسه هيرجع من حيث ابتدى، يقوم يصحح العقد مره اخرى، يصحح العقد مره اخرى مع ربه. والا يخالف شيخه في كل ما يشير عليه. تملي الشيخ يجي يقول لك حاجه، ايه اللي بيجعلك ما تسمعش كلام الشيخ مباشره؟ قوه نفسك، لانك ليك هوى، انت بتحب تعمل كذا، الشيخ قال لك ما تعملش كذا اعمل كذا، ما تقدرش، ثم تسمعش كلام الشيخ تفضل تعمل كذا، وبعدين بعد كده تسمع كلام الشيخ، تبقى نفسك قوية لسه حية، انت ما خرجتش، لسه ما خلقتش من ظلمات نفسك، ده انت بتعبد بنفسك مش بربك ولا لربك، خد بالك. وعشان كده يقول وراعيها
وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسن. يعني راعي نفسك وراعبها وهي في الطاعة شغالة في الطاعة. أنت بتطيع بنفسك ولا لنفسك ولا بربك ولا لربك؟ وشوف هي بتعمل إيه وليه. فهمت إزاي؟ فلو لقيتها بتعمل إيه وللنفس أو بالنفس انقلها لحاجة تانية صعبة عن النفس، طاعة تانية بس صعبة عن النفس. شيخك بيبقى مراقبك وعارفك ومربيك، وبنظرة واحدة فيك كده يفهمك انت عايز ايه، يوم يقول لك انا شايفك ما تعملش كده اعمل كده، تبقى بتفرق مش مستحمل. انا عايز احج، شيخك يقول لك ما تحجش، تحجش خالص لسه يا ابني بدري عليك، تحجش السنة دي ما تحجش. بس انا جبت التأشيرة، ده التأشيرة صعبة، ده تأشيرة ب6000 جنيه وب10000 جنيه عم الشيخ دفعت فيها، ده ما تحجش، حجش يا ولا. تقوم تخرج من عند الشيخ مش مستحمل، تروح حاطط التذكرة وتروح تحج. فهمت ازاي؟ اصل الحج فريضة، وانا استطعت الي سبيلا، يبقى رايح بيحج بنفسه. اتضح ان هو عايز يحج علشان يتقال عليه حج وعلشان يتميز وهو مش واخد باله، فانفق كل الاموال دي وتعب التعب ده كله، ووقف في الجمرات في الزحمة واتفعص في الطواف وكل الحاجات دي، وهو عبادته مردودة على نفسه مسكين. شيخك كان عارف الحكاية دي كلها فقال لك مفيش داعي دلوقتي، اصبر شوية علشان لما تيجي تحج تحج بالله، تبقى حجة اللي هي، تبقى حج مبرور مش حج سمعة ولا رياء، ولو حتى لنفسك امام نفسك، قد لا تكون لا تفعل امام الناس بس امام نفسك لتشبعها ان انا عملت وحجيت وانا في سن صغير الحمد لله. شوف يا نفسي انبسط يا نفسي، زقطت يا نفسي، قاعد طول النهار يزقطت مع نفسي، يبقى ده قاعد بيبص لنفسه. شوف الشيخ بقى فاهم ازاي، شيخ فاهم. انا اول ما اتخرجت من كلية الطب مثلا كنت عايز اسيب بقى ايه الطب ده وممارسوش، وابتدي اشتغل بقى في علوم الدين واقعد في جامع واتعلم واتعبد نفسي كده، مزينه لي هذا زي ما قال حصل للكثير من الصحابه، يقول لك حكوم الليل ما نامش واصوم طول النهار ما افطرش والثاني ما اتجوزش، كل الحاجات دي الخواطر دي جات لي والله وانا متخبط. لولا ابويا غصب عني خدني جوزني، وانا كنتش يمكن لو ما جوزنيش كنت اتجوزت لحد دلوقتي ربما، وخدني بالعافيه. اقول له يقول لي هي كده رحمه الله. وبعدين كنت قعدت فترة طويلة فعلا كده متردد امارس الطب ولا تفرغ لعلوم الدين، لحد ما قابلت سيدنا عبد الله الصديق الغماري رضي الله عنه وارضاه سنة 80، وكنت ساعتها مخلص الامتياز لسه، فبقول له الحكاية دي بصرحه بقول له انا عايز اسافر معاك والزم معاك اخد الطريق وتهذب طبيعتي وبعدين اقرا عليك الكتب الستة اخد الاسانيد. فقام قال لي ايه؟ قال لي حاجة صعبة على نفسي، أنا كانت نفسي عايزة دي. قال لي أقامك فيما يريد، أرادك أن تكون طبيب فكن طبيب، أما إن أردت أن تسير في علوم الدين هتسير بنفسك، هتبقى عالم دين دنيا. أنت عايز تبقى من ربنا ولا من غير ربنا؟ تبقى عايز ربنا. قال لي خليك طبيب. شفت إزاي؟ رحت راجع تاني جبت كتب الطب اللي ذاكرتها ونجحت فيها، قريتها بنية جديدة. بنية جديدة بقى. بالرغم ان انا كنت اتخرجت لكن والله قريتها بنيه جديده، مقرر بكالوريوس كله رحت جايبه وحطيته قدامي كده وقعدت اقراه 3 شهور بنيه جديده بقى. شفت بقى الشيخ يخرجك ازاي؟ يخرجك من الازمات وانت مش واخد بالك، لان الشيخ فاهم انت كنت هتخش، مع ان الدين هتحط تقول لي دين ولا طب؟ حط انت الميزان كده، اسال اي واحد حتى في الشارع الدين ولا طب؟ يقول لك الدين طبعا، ميراث النبوه مش كده برضه؟ واضحه مفيش مقارنه. فهمت ازاي؟ لكن الشيخ فاهم ان الدين بالنسبه لك انت هيبقى هو السم الزعاف، هو الدنيا، والدنيا بالنسبه لك هي الدين. ليه؟ لان هذا يخالف نفسك فتاخذ ما يخالف نفسك، لان اللي كتبه لك ربنا هو اللي يخالف نفسك، وانت طمعان في حاجه مش كاتبها لك ربنا تبقى انت طمعان فيها بنفسك. فهمت بقى المساله؟ يبقى اقام العباد فيما اراد، يبقى لا تخرج نفسك مما أقامك الله فيه حتى يخرجك هو منه، فإن أخرجك أعانك وإن أخرجت نفسك وكلك لنفسك. فهمت؟
وقال لا يخالف شيخه في كل ما يشير عليه. وبعدين الشيخ على فكرة ما بيجبرش حد. يعني الشيخ لما قال لي كده ما اجبرنيش ان انا استمر، كنت ممكن اسيب الشيخ برضو واروح انتسب للازهر وماليش دعوه بيه، صح ولا لا؟ ما يجبركش، ده هو بيشير علي، تسمع كلامه خير وبركه، ما سمعتش كلامه مش هيزعل منك ولا هيزعل منك كمان، ده هيدعي لك كمان. صدق بقى المشايخ كده طيبين طيبين، والراس النبي صلى الله عليه وسلم عندهم رحمه. فلما يلاقيك متشبث بحاجه يقول لك خلاص يا ابني خدها، لكن انا نصحتك لكن خدها، تقوم يبان لك بعد كده مساوئها بس بعد 20 سنه. فهمت ازاي؟ وبعدين يقول لك يعني يجراش حاجة، او خدت ثواب برضه، خدت ثواب المحاولة والخطأ، ما يجراش حاجة، توب الى الله، ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة، صلح نفسك، ما يأسكش من ربك ابدا. مش يقول لك بقى ايه، مش انا قلت لك، ما يقولكش مش قلت لك ابدا، شيخ مش قلت لك ده مش موجود. فهمت ازاي؟ اصل في مشايخ مش قلت لك، دول مشايخ مش مطبقين اصلا. الشيخ بتاع مش قلت لك ده اللي هو يخليك تنظر للماضي، ده بيضيع وقتك. الشيخ هو اللي يخليك تنظر لوقتك، لان الماضي لا تستطيع ان تجيبه تحضره مرة اخرى، والمستقبل لا تضمنه، فيدلك على وقتك. تيجي تقول له انا اعترفت ان انا يعني ما يجراش حاجة يا ابني، ما يجراش، ابتدي حياة جديدة الاول وجديد، توب الى الله، استمر، الحمد لله، يلا كل اللي فات ده حتى عناء شفته ده ثوابه كبير، سيبه لربك، يلا انطلق. شفت بقى؟ ادي الشيخ. انما الشيخ مش قلت لك ده الشيخ اللي يضيع وقتك بالنظر الى الماضي، ده شيخ مش مربي، ده شيخ مش نوراني، ما ينفعش يربي. فهمت بقى ازاي؟ يبقى في شيخ اسمه شيخ مش قلت لك، وفي شيخ اسمه شيخ الاخ، هقولهم لك انواع كده كتير هيقابلك كتير. يبقى والا يخالف شيخه في كل ما يشير عليه، لان الخلاف المريد، لأن الخلاف للمريد في ابتداء أمره عظيم الضرر، لأن ابتداء حاله دليل على جميع عمره. لما يبتدي يخالف شيخه من أولها، من أول ما شيخه بيقول له كلام في الأول كده يبتدي يخالفه ويبقى صعب معاه، يبقى من أولها كده هتبقى تربيته صعبة. تصور أنت ابنك بتربيه بقى وكل يوم تنصحه في حاجة وأنت عايزه يبقى أحسن منك، يوم ما يرضاش ينفذ، يبقى تربيته صعبة ويبقى صعب الميراث، تتعب منه، مش كده برضه؟ ومش هيوصل لحاجة العيل. كذلك مع الشيخ، يبتدي من اولها كده كل شيء يفلفص، كل ما الشيخ يقول له حاجه يفلفص، يوم ايه تبص تلاقي ده مش هيجي منه، انما يبقى من الاول كده مطيع، ده يجي منه في يوم الايام. ومن شرطه الا يكون له بقلبه اعتراض على شيخه، وكمان ما يبقاش في قلبه اعتراض على شيخه، ما يقولش اصل الشيخ ده، شوف ده الشيخ ده حاله ناقص، انا قابلت فلان بيقول لي ان في شيخ تاني اكمل منه، ده بيقولوا ان الطريقة الفلانية احسن من الطريقة العلانية، والطريقة العلانية اقوى من الطريقة الفلانية، والطريقة الفلانية وطرق التصوف بعدد انفاس الخلق، يوم يشوش نفسه يوم ما يوصلش الحاجة. فهمت ازاي؟ يبقى لازم ما يكونش عنده اعتراض على شيخه ابدا، يبقى راضي بشيخه كده وقانع، لان شيخه من قسمة الله له، ومن قنع بايه؟ بما قسمه الله لا يكون اغنى الناس. فاذا استغنيت بالشيخ ربنا يغنيك، انما ما قنعتش بالشيخ قاعد تدور على الشيخ، عامل زي النحله قاعد تنط كل شويه على المشايخ. فهمت ازاي؟ مش هتوصل لحاجه، مسكين وتضيع وقتك. وبعدين تقعد تميز بين المشايخ، تقول فلان اكثر علما بالاصول، والتاني اكثر علما بالفروع، والتالي اقل علما بالحديث، والثالث اكثر علما بالتاريخ. يعني انت شغال بقى حكم قاعد تحكم من خلق الله، وبعدين انت هتروح فين انت يا صعلوك بين هؤلاء الناس؟ يا صعلوك هتفضل صعلوك. فهمت بقى المسألة؟ لكن ما تعترضش على الشيخ، معترض عليه سيبه، ما تستشيخش عنده ولا تتلمذ عليه، روح استسلم عند واحد. لأن الإنسان حتى في المرض العضوي لو رحت الدكتور بتثق فيه، لو كتب لك مية تخف، ولو رحت الدكتور وانت شاكك في طبه، لو كتب لك أحسن علاج وأحسن تشخيص بتاخده وانت شاكك فيه ما تخفش. لكن لما تروح للشيخ وانت مستسلم كده واثق فيه ان هو مربي، واول ما يشير اليك ولو بالنظر من غير ما يتكلم، بس بالنظر، بس الرسول صلى الله عليه وسلم كان ساعات بالنظره يربي، كان اما يجي يلاقي حاجه ما تعجبوش يعرض عنها ويشيح، يوم اللي فعلها يعرف ان النبي اعرض وشح يبقى مش حلوه، يوم يسيبها، يبقى ربى بالاعراض اهو. شفت ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كل احواله كانت تربيه للناس صلى الله عليه وسلم، كان يقعد مع شيخه كده يلاحظه في كل احواله، ويلاحظ نظراته، ويلاحظ ايه اللي يرضيه، ايه اللي يشرح صدره، ايه اللي بتاع، وبعدين يبقى حريص انه يبقى
مع شيخه ويستسلم له وتلاقيه يثمر معاه التربية بأقل مجهود تثمر التربية ويوصل. إنما طول النهار قاعد متنرفز عايز يتربى بس البنج كلي، لازم يبنجه بنج كلي علشان يسمع كلامه. طب أنا هيجيب له بنج كلي في الجامع إزاي؟ ما ينفعش ده، لازم يدخل أوضة العمليات ونخش في الإنعاش. ويا عاش يا مات، مش بقولك إنعاش وإن دي حرف للشك، إنعاش يعني إن شاء الله مش هيعيش في الغالب كده. يقول لك ودناه قال إنعاش، إنعاش الحمد لله، وإن مات نصلي عليه. يبقى من شرط أن لا يكون له بقلب اعتراض على شيخه، فإذا خطر ببال المريد أن له في الدنيا والآخرة قدرا أو قيمة أو على بسيط الأرض أحد دونه لم يصح له في الإرادة قدر، يبقى ما يحسش أنه هو متميز لحد على وجه الأرض، هو أقل الناس، هو أقل الناس. شوف الرسول يقول لك إيه، ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، وربك يقول ولا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. سيدنا أبو بكر يقول لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. سيدنا عمر يقول لو نادى منادي كل الناس الجنة إلا واحد لظننت أنه عمر. إنما أنت أول واحد هينادوا عليه للجنة أنت. قلبك جامد ليه؟ صليت الفجر الصبح حاضر ما شاء الله، حافظ القرآن، إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ ده أنت يا عبد تهدي ما عليك أدي. المفروض أول ما أموت يزينوا لي الجنة وياخدوني كده من باب كبار الزوار يدخلوني. وسع يا جدع، سبع البرومبا جاي. ما ينفعش الكلام ده كله، انت كده بنفسك مش بربك، ده انت كل شغلانه دي بنفسك مش بربك. ولا تمشي في الارض ايه مرحا، وقد تكون الارض دي هي نفسك. ما هو انت اصلا تراب ابن تراب، ارض ابن ارض، فالارض دي برضه هي نفسك اللي قاعده تمشي جواك، فما تمشيش فيها مرح، حاسس بانك انت كبير. حتى لو ما لقيتش حد يكبرك انت تكبر نفسك، فهمت؟ انت عارفش انا مين؟ مش كده برضو اول ما تتخانق مع واحد اول حاجة يقول لك انت ما تعرفش ان انا مين؟ يقول له انت تراب ابن تراب، مش كده برضو؟ واحنا كلنا كده، مش هو بس هو اللي مش واخد بال، هو مش واخد بال، هو بس في المراية نسي التراب، شايف بشرة جميلة وشايف مثلا بدلة حلوة وشايف قوام جميل وشايف عافية، وكل ده لا يملكها، ده من الله، فنسبها لنفسه فافتكرها ان هو يملكها. قال ايه الحلاوة دي؟ ما تعرفش انا مين؟ انت ولا حول ولا قوة الا بالله، انت ولا حاجة، مش انت بس، انت والمتكلم وكل الاكوان كلها بالله، فهمت بقى؟ لأنه يجب أن يجتهد ليعرف ربه لا ليحصل لنفسه قدرا. يبقى الهدف هو الوصول إلى الله، مش إيه؟ مش إن أنا حصل لنفسي قدر، مش هو ده الهدف. وفرق بين من يريد الله تعالى وبين من يريد جاه نفسه، وإما في عاجله وإما في أجله. ثم يجب عليه حفظ سره حتى عن ذره إلا عن شيخه. يبقى كل أسراره وحاجاته وخلجاته اللي بتحصل له في نفسه وأطواره من ترقي أو تدني يحفظها حتى عن نفسه، ويبقى يصرحها لشيخه، لأن ربما تكون بعض الخواطر كويسة فيشجعه عليها، وبعض الخواطر تكون خبيثة فإيه ينبهه على ما فيه ضرر، فهمت إزاي؟ ولو كتم نفسا من أنفاسه عن شيخه فقد خانه في حق صحبته، ولو وقعت له مخالفة فيما أشار عليه شيخه فيجب أن يقر بذلك بين يديه في الوقت. يعني لما يخالف شيخه كده يروح لشيخه يقول له يا فضيلة الشيخ معلش انا يعني خالفتك في الامر ده كان صعب على نفسي فسامحني انا هحاول اعمله ان شاء الله، خلاص حرمت مش هعمل كده تاني، يقر امام شيخه، فهمت؟ كل دي وسائل تربية ليست ضرورية، خد بالك لحسن واحد يقول لك واحنا هنعمل زي بتوع الكنيسة بقى لازم اروح اعترف عند الرهبان، ما في ناس قرأت الكتب دي واعترضت، ما احنا بقى ما نقولكش ده على سبيل الوجوب، ده على سبيل التربية للوصول الى مقامات المقربين، لكن انت مش عايز تعمل كده هتبقى من ايه؟ من عامة اصحاب اليمين، ما يجراش حاجة، تبقى ناجي برضه، تبقى من امة النبي برضه، ومسلم برضه على عينه وعلى راسه، بس مش هتبقى من المقربين، ما يجراش حاجة، مش كده برضه؟ يعني ما يجراش حاجة. ثم يستسلم لما يحكم به عليه شيخه عقوبة له على جناياته ومخالفته، اما بسفر يكلفه او امر ما يراه،
يروح للشيخ يقول له انا بنت الجيران شغلاني يا عم الشيخ وكل شويه تقعد تخيلني كده في الشارع وفي البلكونه، وبعدين انا مش مستعد للجواز اللي يمتي وخيلاني. يقوم الشيخ يقول له عزل عزل، ما تسكنش عنده في الحي اللي هي فيه، ما دام ما عندكش امكانيات تتجوزها ما تخيلش نفسك بيه. فهمت ازاي؟ هو بقى مش عايز يعزل، اصل الحي ده هو اللي اتربى فيه، والبيت ده بيت ابوه ما بيدفعش فيه ايجار، انما لو عزل هيدفع ايجار هيكلفه كتير. يوم ما يرضاش يعزل يوم يفضل مخيول بيها لحد ما يقع في الحرام معاه، وبعدين يروح لشيخه يعيط يقول له يا عم الشيخ انت قلت لي السنه اللي فاتت عزل وانا ما قدرتش اعزل عشان كنت وكيف، وانا دلوقتي وقعت في الحرام اعمل ايه؟ يقول لي توب الى الله وما تعزلش، ده انت تسافر ما تسكنش في القاهره، انت تسكن في اسكندريه، روح يبعدوا عن المدينه بحالها. فهمت ازاي؟ المدينه اللي عصى فيها رب، يبقى لازم يستسلم لقدر ايه؟ للحكم اللي يحكمه شيخه. عارف انت اللي قتل 99 نفس وكملهم 100 وقام قال له ايه؟ عشان تكمل توبتك لازم تترك البلد اللي انت عملت فيها المعاصي دي وتروح بلد تانية، مش كده برضو؟ لان قد تكون المكان اللي انت فيه بيشجعك على فعل المعصية، والشيخك شايف كده يقول لك لا سيب المكان ده امشي. يقول لك انا عندي موظفة اصلها قاعدة معايا في نفس المكتب وشغلاني. يقول له يا اخي اتنقل يا اخي من المكتب ده، من المصلحة دي، من الحكومة دي يا اخي، اخلص منها خالص يا اخي، ابعد عنها. او هي مثلا زميلها شغلها وهي عايزه تبقى بنت ادم محترمه صريحه وهو شغلها، ابعد، قدم استقالتك، طلب جوعي احسن، انقلي مصلحه تانية او انقل انت مصلحه تانية، على طول تبقى مراقب نفسك اول باول كده، ما تسيبش نفسك لحد ما يوقع الفاس في الراس. فهمت ازاي؟ من اولها اول ما يجي لك حاجه كده بس لمحه افصل نفسك اول باول. فهمت ازاي؟ ولا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات المريدين. يعني الشيخ المربي المفروض ان هو يعني المريد لما يزل